رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي. يا أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا أهلا وسهلا. نتحدث عن يعني ازاي السياسة والاقتصاد في النهاية مع مكافحة الإرهاب، طبعا كلها محاور في النهاية مرتبطة ارتباط وثيق ببعض. حضرتك شفت ازاي يا فندم لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبريات الشركات الأمريكية، لقاءه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، الحديث عن الرئيس اتكلم عن الكثير من القوانين، كنا لسه بنقول دلوقتي انه لانه بقى عندنا قوانين كتيرة في مصر لها علاقة مباشرة بالاستثمار، قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وقانون الإفلاس وغيرها ايضا من القوانين والتشريعات، فبقى الرئيس النهاردة قادر وهو بره بيتكلم عن الاستثمار يتكلم ويدعو المستثمرين للقدوم والاستثمار في مصر. شفت ازاي يا فندم هذه اللقاءات؟ الحقيقة سيادة الرئيس حضر لقاءين مع الشركات الأمريكية وقيادات ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات. الحقيقة الرئيس أكد على حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة، وأن هذه الشراكة لا تزال أحد ركائز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ركز على أن مصر تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا. استعرض كافة التطورات والإنجازات التي حققت على الصعيد الاقتصادي واللي أدت إلى تثبيت دعاية مركز الدولة والحفاظ على استقرارها. حصل حلول جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كثيرة. الحقيقة برنامج الارتقاء الاقتصادي والمكان يعني أشاد به كافة الشركات الأمريكية اللي كانت حاضرة هذه الاجتماعات. والحقيقة هذه الشركات أكدت على أنها ثقتها كبيرة في إمكانيات مصر وأنها ستزيد من حجم استثماراتها في مصر، وأكدوا على أن هناك وفد كبير سيصل مصر في الفترة بين 23 و 25 أكتوبر يمثل حوالي 50 شركة أمريكية تعمل في الدفع للتعرف على فرص الاستثمار في مصر. وكل ده الحقيقة سبب التمهيد الذي تم من حيث اصلاحات البيئة التشريعية واصلاحات الهيكلية في الاقتصاد، موضوع طبعا حل مشاكل العملة وتعويض ما حدث في مجال الطاقة والإنجاز الكبير الذي حدث في مجال الطاقة. والحقيقة رئيس يعني أكدهم أن الإدارة المصرية تعمل على كافة العقبات وعلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر وان هذه الشراكه الاقتصاديه هتتيح فرص استثماريه كثيره في قطاعات مختلفه. والحقيقه ذكر السيد الرئيس البنيه التحتيه، اللوجستيات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التحول الى مجتمع رقمي ووكاله رقمي موحد، الطاقه، الصناعات الكيميائيه، يعني اهتمام الشركات الامريكيه. واحنا نامل ان هناك المزيد من الاستثمارات القادمه ان شاء الله. ايه هي يا فندم اليات متابعه لقاءات الرئيس مع الكبريات الشركات الامريكيه واعضاء غرفه التجاره الامريكيه وغيرها على المستوى الاقتصادي؟ يعني ايه الاليات اللي نقدر نعرف منها انه نتائج هذه اللقاءات ونتائج هذه المباحثات ادت في النهايه الى 1 2 3؟ الاليات دي يا فندم نعرفها ازاي ونحددها ازاي؟ يعني اكبر دليل على اليه فعاله جدا هي تاكيدهم على ان وفد كبير زي ما قلت سيضم حوالي 50 شركه امريكيه ستحضر الى مصر في اكتوبر القادم، يحددوا التاريخ والوفد بنعدله برنامج الزيارات وبرنامج التعرف على امكانيات وفرص الاستثمار في مصر. اظن ما فيش دليل على الاهتمام بالسوق المصري اكثر من ان 50 شركه ستنتقل من الولايات المتحده الى مصر للتعرف على هذه الفرص ومقابله مستثمرين مصريين وبحث كميه تحقيق ذلك على ارض الواقع. واضيف الى كده زياده الاستثمارات الامريكيه اللي حصلت في الفتره الاخيره، يعني ما يقدرش ننسى ان شركه مش عارف اذكر اسمها، لكن في شركات امريكيه النهارده بتصدر من مصر منتجات في حوالي 40 دوله
في اكثر من قطاع واكثر من مجال. اظن دي دليل كبير على الاليه فعاله وتابعت النتائج موجوده. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي متحدثا إلينا من واشنطن. ده أعتقد أنه كلام مهم جدا في الاقتصاد، وده ممكن يودينا